فرنسا وبنفس اسلوب كاس العالم بتفوق على المانيا 1-0 باون جول، وحتى ديدييه ديشامب محنش علينا وهاجم شويه هجمات عشان يجيب الجول الثاني. لا انا جبت الجول وتعشت على كده يا معلم ونقف ورا استنى المكسب. الناحيه الثانيه لوف حب يفكر حب يتكتك، ولكن كان في بعض الاخطاء في بدايه المباراه وحتى ما صلحهاش الشوط الثاني ادى ان هو يخرج المباراه خسران. نتكلم عن كتير قوي النهارده في مباراه فرنسا والمانيا. معاكم مصطفى ودي حلقه جديده من قهوه اليورو، والنهارده هنتكلم عن فرنسا والمانيا. حطني رقم واحد في القصير. المانيا بتبدا بال 3-4-3 على عكس الناحيه الثانيه المنتخب الفرنساوي بيبدا بال 4-3-3 في شكل دفاعي، ولكن في شكل هجومي بيلعب 4-4-2 دايموند بدخول جريزمان تحت كريم بنزيما ومبابي. في بدايه المباراه هما الفريقين كانوا بيبتدوا هما يشوفوا بعض، وخاصه ديدييه ديشامب. ديشامب الناحيه الثانيه في اول تقريبا 10 دقايق او ربع ساعه كان سايب الاستحواذ لالمانيا، كان عامل لالمانيا كل حاجه، بيديهم الكوره سايبهم تماما ويبتدي يقرا اللعب او طريقه لعب خواكيم لوف علشان يبتدي يبقى هو رد الفعل. ديدييه ديشامب ما بداش المباراه ان هو يبقى كفعل، لا هو عايز يبقى كرد فعل، ولعب اللي هو كرد فعل ده فاته جدا، لان في الناحيه الثانيه المنتخب الالماني كان في بعض الحاجات مش عارف يعملها بسبب ان المنتخب الفرنسي واقف كويس منظم كويس. ازاي؟ في البدايه ان هو ما بيخليش الثلاثي الامامي جريزمان وكريم بنزيما ومبابي يضغطوا على الثلاثي الدفاعي بتاع المانيا اللي هو 3-3، لا هو مش عايز ده، هو اللي مخلي الاثنين امبابي وكريم بنزيما بيخش للعمق اكتر من هم يضغطوا على حامل الكوره، وبيسيب جريزمان يحرك عرضيا بكل سلاسه وبكل بساطه وبحريه كبيره جدا. ولكن النصين الملعب الاثنين نص ملعب بتوع المانيا جاندوجان وكروس كان بيعملوا مجهودات كبيره جدا ومجهود كتير جدا على ادوار مش بتاعتهم، يشكروا على الحته دي. ولكن انت بتنزل الاثنين لعيبه نمره 8 لعيبه هجوميه اكتر، عندها نزل هجوميه اكتر، فمن الطبيعي ان نص ملعب بتاع فرنسا تاخد منك نص ملعب بكل سهوله. ان الفكره بتاع ديدييه ديشامب لما قرا اللعب بقى بتاع المنتخب الالماني، المانيا خلينا نتكلم عن المانيا الاول. المانيا كان بيحاول في الثلث الهجومي على فكره خواكيم لوف مش عارف ينفذها، الفكره مش عارف ينفذها. ايه هي بقى؟ ان هو يخلي الاثنين النص ملعب بتوعه جاندوجان وكروس الاثنين يضغطوا على نص ملعب بتاع فرنسا، ومن الناحيه بتاع فرنسا اللي هم يضغطوا على نص الملعب بتاعها يخلي اللاعب نمره 9 اللي هو المهاجم بتاعه اللي هو في المباراه كان جنابري ينزل لتحت ويبتدي يلخم مدافعين المنتخب الفرنسي. لكن ده ما حصلش تماما، الناحيه الهجوميه ضغط الهجوم بتاع جاندوجان وكروس كان بيبقى مميز ومعمول صح، ولكن في الناحيه الهجوميه جنابري ما كانش بينزل لتحت، او كان حتى لما بينزل لتحت ما كانش بيتحرك ناحيه اليمين او ناحيه الشمال علشان يفك الضغط او يفك الرقابه اللي عليه، وده ادى اريحيه لكيمبمبي وفاران. لو كان جنابري نوعا ما لما خرج بره منطقه الجزاء وابتدى اللي هو يتحرك يمين ويتحرك شمال كان عارف يستغل كيمبمبي وفاران ان هم سيئين جدا في التمركز، فانت اي حركه ليهم هتدي اريحيه وهتدي مساحه للي جاي من الخلف سواء هافرتس او مولر، لكن ده ما حصلش. والناحيه الثانيه كمان ناحيه اليمين ناحيه الشمال انت مخلي كيميتش ناحيه اليمين ومخلي جوزنس ناحيه الشمال. كيميتش ناحيه اليمين انت خسرته جدا في نص الملعب في الادوار الدفاعيه بالخاص، لان كيميتش في الادوار الدفاعيه لاعب نمره 6 من افضل لعيبه نمره 6 في العالم، حذفته ناحيه اليمين وفقدته هناك وما عملش المطلوب منه بنسبه كبيره، او اللي هو انت مش عارف تخليه يلعب بالشكل اللي هو مطلوب منه. كان بيحاول خواكيم لوف يلاقي انصاف المساحات لهافرتس يتحرك فيها، ما بين المدافعين بتوع فرنسا. ولكن الناحيه الثانيه بقى ديدييه ديشامب فكر تفكير جامد قوي. ايه التفكير الجامد قوي اللي فكره ديدييه ديشامب؟ ان هو انا هبقى واقف قافل تماما نص ملعبي مش مديك اي اريحيه، زيادة على ده كمان ان نص ملعبي هيضغط على نص ملعبك جاندوجان وكروس، واول ما يمتلكوا نص ملعب المانيا بتلاقي ناحيه الشمال هرنانديز ناحيه اليمين بافار انقضوا على المساحات بتاعت العمق، وابتدوا يبقى فيه في العمق اربع لعيبه بنزيما ومبابي وبافار وهرنانديز، وابتدوا هم يخشوا يلعبوا العرضيات سواء ناحيه اليمين او من ناحيه الشمال. وده كانت حاجه مميزه جدا ان ديدييه ديشامب ان هو يبان الفريق اللي قدامه او يحاول يلعب على ثغرات الفريق اللي قدامه، ان انا هخلي نص ملعبك يضغطني، تعالى اضغطني بنص ملعبي، اضغط عليا، عايز تضغط عليا، واول ما تضغط عليا انا هضربك بكوره او بكورتين هخليك بره اللعب تماما واستحوذ على نص ملعبك وابتدي العب بتمريرات سواء قطريه
في العمق او على الاطراف لبوفار وهرنانديز، وده حاجه كويسه جدا اللي قدر ينفذ ده بشكل مميز هو بوجبا، واللي بوجبا اللي بيدير عليه حاله وتقدم قدام كتير، وكانتي كمان كان من عمال بيزق معاه ان وجود رابيو. رابيو في ارض الملعب كان تفكير كويس جدا 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 من ديديه ديتشام، وخلى ديديه ديتشام ان هو مش اول حاجه بيساعد في الناحيه الهجوميه بتمريرات مميزه جدا، الحاجه الثانيه انه قافل زاويه التمرير على هافرتس وقافل انصاف المساحات على هافرتس، وبالتالي هافرتس ما بقاش ليه اي 30 لازمه في الشوط الاول. وكمان اللي كان بيعمله ديدي تشامب ان انا مش هخلي لعيبه المانيا توصل للمنطقه اللي قبل الفور زون تيم، قبل الزون 14 مش مخلي لعيبه المانيا توصل لها. ليه؟ لان لو لعيبه المانيا وصلت للزون 14 بنسبه كبيره جدا يقدروا يوصلوا لمرمى منتخب فرنسا، لكن التقفيل الدفاعي بتاع ديدي ديشامب خلى لعيبه المانيا مش عارفه توصل حتى لمحيط الفورسون الزون 14، مش بخليها يوصلوا للمنطقه دي. والتحركات بتاع جنابري كمان مش مميزه، لان انت عايز مهاجم يضغط او مهاجم يسحب معاه مدافع ناحيه اليمين او ناحيه الشمال عشان يخلق المساحه اللي جايه للخلف، لان انت كده مخرج مولر بره منطقه الجزاء ومخرج هافرتس بره منطقه الجزاء، الاثنين ما لهمش اي لازمه، لان جنابري اللاعب المهاجم مش فاتح لهم مساحه انهم يجروا خلف الامام. كنت محتاج هافرتس في المباراه زي دي يسحب لك فران، لان هافرتس معروف ان هافرتس قصدي فيرنر بينزل من على الدكه او اساسي ان هو يبقى معاه مدافع يسحبه ناحيه الشمال ويدي اريحيه للمهاجم اللي جاي من الخلف ان هو يستغل المساحه اللي سحب معاه مدافع ناحيه الشمال، ودي حاجه كان مفتقده المانيا الشوط الاول ان جنابري هو اللي موجود مش فيرنر. وخرج الشوط الاول 1-0 بجون اون جول من هوملز بالمناسبه ده اول جون ده اول اون جول يجيبه المانيا في تاريخ البطولات المجمعه، فهوملز كان سعيد الحظ يعني بالنحس دون. وكمان عايز اتكلم على حته في الجون السرو بتاع بوبا، السرو بتاع بوبا لعبه الجون من الاساس في كذا لاعب شارك فيها بعيد عن بوبا ولوكاس هرنانديز. اول لاعب هو كريم بنزيما، ازاي ان كريم بنزيما نزل لتحت جدا وسحب معاه روديجير، نزل لتحت صعب معاه روديجير، ولما سحب معاه روديجير خلق مساحه جنب هوملز، والمساحه جنب هوملز دي علشان يغطي عليها الدفاع بتاع المانيا ابتدى هوملز يرحل ناحيه الشمال وجنبه جنتر يرحل ناحيه الشمال، ومبابي خرج بره منطقه الجزاء ونزل لتحت هو كمان علشان يسيب مساحه لوكاس هرنانديز اللي لعب له سرو بوبا سرو معلم بوش رجله خارجي سرو يدرس بصراحه، تنزل لوكاس هرنانديز عرضيه لو كان العدد من هوملز كان مبابي جابها جول، ولكن هوملز حطها بالسمانه في سقف الجول الاول لفرنسا، والجول اللي انهى بيه فرنسا الشوط الاول 1-0. ولكن بعد 1-0 انت المشكله بتاعت انا مشكلتي وديت شامب ايه؟ انت معاك مفاتيح لعب ومعاك لاعبين ومعاك خامه لعيبه تخليك تلعب احلى كوره في العالم، ولكن انت مش مختار ده، مختار انا هقف في منطقتي انا اللي هبقى رد الفعل مش انا هبقى الفعل، وانا اللي هضربك بالمرتدات، هضربك واحده واثنين وثلاثه، لو جت منها واحد او اثنين الحمد لله. وده اللي عمله النهارده ديدي تشامب، لان انا مقفل تماما هجري والعب على المرتده، جبت الاولى هجري العب على المرتده الثانيه، جبت الثانيه طلعت اوفسايد مش همل والعب على المرتده الثالثه، جبت الثالثه وبرده طلعت اوفسايد. ولكن الخواكيم لوف الناحيه الثانيه انا قلت ان خواكيم لوف اكيد لاحظ المشكله في التلت الهجومي واكيد هيغير في الثاني، اكيد في بدايه الشوط هيغير يسحب جنابري او يسحب لعيبه من لعيبه نص الملعب او يعمل تغييرين في بدايه المباراه ان هو يسحب لاعب من لعيبه نص الملعب ويجيب كيميتش من ناحيه اليمين يحطه في نص الملعب علشان يساعد في الناحيه الدفاعيه وما يخليش لعيبه نص ملعب فرنسا تمتلك نص ملعب المانيا بكل السهوله دي. ومن حاجه الثانيه ان ينزل فيرنر كمهاجم بدل جنابري في الناحيه الهجوميه، كان ممكن يعمل شغل يعني حاجه بسيطه جدا يودي جنابري ناحيه اليمين مكان كيميتش ويجيب كيميتش في نص الملعب ويسحب لاعب من نص الملعب ويسحب هافرتس مثلا ولاعب من نص الملعب وينزل فيرنر. فانت الفكره اللي انت كنت ممكن تنزل فيرنر في بدايه الشوط الثاني بتغييره واحده بس، تسحب لاعب من نص الملعب وتجيب كيميتش في النص وتودي فيرنر وتودي جنابري هناك وتنزل فيرنر كمهاجم. هيفتح لك مساحه لفيرنر ويفتح لك مساحه لكروس ليشوت ومساحه لكيميتش ومساحه لمولر ومساحه لهافرتس ومساحات كثيره جدا بنزول فيرنر. لكن انت ما اخترتش ده وفضلت هادي وصابر هادي وصابر، ولما نزلت تغييرين، نزلت ساني ونزلت فيرنر. لما نزلت ساني وفيرنر خرجت جنابري وخرجت هافرتس، هافرتس ماشي خرجه، لكن ليه تخرج جنابري ظل اللي ساني مش في افضل مستوياته حتى مع بايرن ميونخ؟ العقل والتغييرات اللي انت حتى عملتها ما افادتكش، لان الدفاع المحكم بتاع فرنسا انت ما عرفتش تفكه. انت اي نعم انت اجتهدت وضغط
وصلت للمرمى وضيعت كوره وضيعت الثانيه وصلت كذا مره وصلت كذا مره وصلت كذا مره ولكن بلا جدوى بلا تهديد على المرمى حقيقي اللي بلا كوره مثلا تقول اوه كان ممكن المانيا التعادل يا نهار ابيض كان ممكن المانيا يجيب كوره دي جول ده مش بنوش كتير في المباراه ولكن المانيا عملت مجهود كان يستحق ان هو يجيب التعادل ومباراه تخلص بالتعادل لان الناحيه الثانيه دي ديشامب ما قدرش الاداء المطلوب ديشامب بيلعب الدفاع انا هبقى بدافع والعب على المرتده بنفس اللي عمله في 2018 في كاس العالم انا هدافع اي قدام اي حد والعب على المرتده واجيب جول اجيب اتنين واخرج المباراه واخد ثلاثة بود والحمد لله واصعد المجموعه كاول او كتاني والحمد لله لكن غير كده ديدي شام بصراحه انا مش عاجبني تماما مع فرنسا انا اتمنى فرنسا تلعب اداء افضل كوره افضل مع خامه لعيبه تلعب لك كوره افضل كريم بنزيما النهارده لما كان بيلعب تري يلعب كوره ارضيه مميز جدا جريزمان امبابي معاك بوبا معاك رابيو معاك من بره من على الدكه لاعبين تقال جدا فانت ليه تلعب بالشكل ده بسل الخامه الكويسه جدا اللي معاك لو كنت ضغطت النهارده على المانيا كنت ممكن تجيب جول واثنين وثلاثه لكن ديدي شام بيختار الحل الاسهل انا هدافع واكسب المباراه بجول ولا اثنين والحمد لله في الاول والاخر هارد لك لكل عشاق المانيا ومبروك لكل عشاق فرنسا في الوطن العربي في الاول والاخر كان راي شخص واحد في مباراه المانيا وفرنسا قول رايك انت في الكومنتس قول لي كمان توقعك هل المانيا قادره على الصعود من المجموعه في المركز الاول ولا الثاني ولا تصعد في المركز الثالث زي ما انا توقعت قبل طول قول لي توقعك في الكومنتس وراح على قناه سوشيال ميديا لايك عشان توصل لبعض من الناس اول ما نشوف نعمل اشتراك قناه وفعل الجرس عشان الحلقات تجيلك اول باول تمنع عشان بتاع الفيسبوك وتويتر انستغرام نتكلم في كل حاجه هناك هتلاقي في الديسكربشن تحت ولو مش على الفيسبوك تويتر كمان معاك وصف شوف الحلقه الجايه سلام.